السلام عليكم طلاب، حاليا عندي هذا السوليد ووركس. هسه هذا الشكل الطبيعي مالته. فرضا قسم من الطلاب يقولون انه هاني القوائم ما ظاهرة عندي، بعد الفيتشر مانجر ما ظاهر عندي، وفرضا التول بارز هم ما ظاهر عندي، بحيث ان الشاشة تظهر عندي بهالشكل، شاشة فارغة تماما. فعلى مود اظهر كل هذه التولز اللي انا احتاجها، مثلا القوائم، توقف عند هذا المثلة تطلع عندي القوائم، اضغط على هذا البين بحيث يصير مائل بزاوية 45. هسه ثبتت القوائم، حتى اذا ابتعد تبقى ثابتة. الفقرة اللي بعدها ممكن هنا ارجع التريب F9 او من الـ View اختار Feature Manager Tree Area. واذا اردت يعني اضيف التابس مالتي، فممكن من الـ View اختار التول بارز او اضغط F10 تظهر عندي التول بارز. هسا التول بارز هذه ممكن تنسحب مرات، تكون بهذا الشكل. هذا مجرد انه انقر عليه واستمر ناقر، ما افلت الماوس واتحرك، راح اشوف انه ممكن اضيفه هنا او هنا او هنا. فرضا انا بدي اضيفه بالاعلى، اتوقف على هذا المثلث، هسا اترك الماوس، رجعت لمكانها الطبيعي. اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو القصير، مجرد انه اظهار واخفاء التولز اللي انا احتاجها. شكرا جزيلا.